دي الوقفة رقم كام قدام السفارة السعودية؟ 35. بتيجوا عند الخارجية وعند السفارة باستمرار؟ الناس ولا مكان ما رحناهوش، رحنا كتير. طيب حضرتك شايفة ان الوقفات دي ليها اثر ايجابي على قضية المعتقلين المصريين في السعودية؟ على الله يركون في تحسين، احنا شفنا ناس خرج. يعني انتوا هتفضلوا هتستمروا في الوقفات؟ هنبطل لما يخرجوا كلهم بالسلامة ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك تسمي بايه ان الداخلية السعودية رافضين ان هم يردوا عليكم او متعنتين معاكم بعض الشيء؟ ما فيش اجابات ولا عليهم تهمه ولا محاكمه والله لحد النهارده. ما فيش اي ادانه بتدين ولا عليهم اي شيء، ولا هم لقوهم وجهوا لهم تهمه اصلا. ما فيش ادانه عليهم ولا اي حاجه. لو ابن حضرتك موجود معاكي ويعني من سنين بقاله سنوات بدل اعتقاله، كان ايه الوضع؟ هيكون وضعك هيكون احسن ونستريح ويقعد في وسط اولاده وامه. انا اروح واجي باجي من البلاد وبروح ونجي على السكك، شحطتنا وتبهدلنا والله، لا ظروفنا ولا سننا تسمح للبهدله دي. حضرتك بتوجهي رساله النهارده من قدام السفاره السعوديه، ايه هي الرساله بتاعتك؟ للمسؤولين نقول لهم حسوا بينا بولادنا اللي سايبين وبهدلتنا، وانتوا ابهات وامهات وحاسين وعارفين يعني ايه ده، انا وسايب عياله وكل، واللي الشاب اللي بيجري على مستقبله يعني ما عملوش حاجه للعمايل دي. احنا بنوجه لهم رساله. يقول ايه موقف السفير السعودي معاك؟ عادي، ما يعني ما بيطلع لنا ساعه يقول وساعه حاضر، ومفيش اي اجابات عنه. وعود فقط. وعود ولا اجابات، ويا ريت حتى عاد بقابلنا. كان في الاول، الوقت ما فيش حد بيقابلنا، احنا بنيجي نقف وخلاص. شكرا يا سؤال واحد. ايه ده حلو؟ سؤال واحد. ايه ده حلو يا كريم؟ خش خش على طول. بطلي ضحك بقى. امشي على الزرار. طيب. ايه الرساله اللي حضرتك جايه توجهيها النهارده من امام السفاره السعوديه بالجيزه؟ احنا بقالنا مده بنيجي نعمل الوقفات ديت عشان ولادنا المسجونين بدون اي تهمه وبدون اي قضيه، وبنطالب المسؤولين في مصر ان هم يهتموا بالموضوع دوت. شايفه ان في اي خطوات ايجابيه بتتم من قبل الحكومه المصريه او الحكومه السعوديه؟ يعني هو وزاره الخارجيه بصراحه ابتدت تهتم يعني بالموضوع، ويعني في استجابه يعني. مؤخرا ولا من فتره؟ لا مؤخرا السفير الجديد دوت اللي هو اسمه احمد راغب بيقابل الناس وعلى الاقل بيسمعنا على عكس السفير السعودي. لا ما اعرفش انا السفير السعودي، ما احنا بنحاول ان هو ما جابلناش نتيجه يعني، كذا مره نتكلم معاه وما جابش نتيجه. بس السعودي ما بيعبرش حتى ولا بيقابله ولا بيسال فينا اصلا، ده هو جعل ان هو من طبقه والناس من طبقه يعني. ما بتشعروا بتعالي وهو بيقابل؟ لا ما تع... ده هي مره او اتنين اللي قابلنا فيها بس. مش عارف يقتنع ان الناس ديت بريئه يعني. هو بيقول لك لا اصل المملكه احنا ما نمسكش حد الا لما يكون عامل حاجه، وفعلا طب لو هم عاملين حاجه ما وجهولهمش التهمه ليه؟ مفيش اي حاجه.